مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. ونرحب أيضا بمشاهدينا عبر تطبيق منصة شاهد. وفي مشاهد يقول أبو بدر وش سالفة قضية حمد الله؟ شوف الدنيا مولعة. لا وبتظل مولعة لا تخاف. يقول ودي تشوف توضح لنا اللغط اللي صاير، هل هي أفلام كالعادة أم فعلا مركز التحكيم جاب العيد؟ شوف يا حبيب قلبي، اليوم السبت 24 سبتمبر تتحمل الله يهينك اللي يسوى واللي ما يسوى، تحمل من الأخبار اللي يعني لغاية يوم هذه الأخبار لن تتوقف إلا يوم الأحد 2 أكتوبر بتسمع يا عمي اللي يربشك. تعودنا. عموما هل تلقيت هذه المعلومة من وسيلة إعلامية ذات مصداقية أو لديها ما تخسره؟ لا تقول لي واحد والله واحد خبير كاتب لي، أصلا واحد جاي يجيب العلم. ما شوف لما يكون واحد اسمه صغير ما عنده ما يخسره، فممكن يقط لك 10 أخبار واحدة تزبط وتسعة في العارضة. كبر 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 يا عمي تسمع العكة. سلمان يقول عشان بس الناس تفهم شو القصة، في مشروع هذا أحسن من هالسوالف اللي تلاقيها بعض الأحيان في وسائل إعلامنا يتكلمون في يعني في أمور صغيرة. خلنا نعطيكم العلوم الكبيرة. إحنا بدينا السنة هذه في موضوع اللي هو اللعب المالي النظيف. طيب وش الموضوع؟ في عام 2024 خليني بس أجيب لكم المعلومات عشان أقراها بشكل واضح جدا. وين هي؟ أول شيء خلنا أوريكم ترتيب الأندية السعودية في الإيرادات. الهلال الأول ب 706 مليون أو 7 مليون، النصر الثاني 477 مليون، الاتحاد الثالث 338 مليون، والشباب الرابع 192 مليون، بعدين الفتح الخامس، الوحدة السادس 115، الفتح 121 مليون، الاتفاق 113 مليون، الفيحاء 112 مليون، التعاون 106 مليون، الباطن 89 مليون، الطائي 89 مليون. عشان بس يجي واحد يقول طيب ايش معنى عط؟ لا يا حبيبي، هذا الحوكمة في بنود في أنظمة وزارة الرياضة، إذا التزمت فيها سويت فعاليات، سويت أنشطة في المجتمع، سويت أشياء كثيرة ترتفع رصيد المبالغ، في لها نظام. ما هي عطوا هذا 100 وهذا عطوا 200 بس عشان تكون واضحة لك يعني. فبالتالي العتب على الإدارات اللي ما قدرت حتى تكسر المليون. الباطن 89، الطائي 89 مليون، الرائد 87 مليون، ضمك 85 مليون، أبها 81 مليون، طبعا الخليج والعدالة توهم صاعدين 28 مليون و19 مليون، بس نادي الوحدة لما تشوف الرقم اللي وصل له نادي الوحدة هو السادس نادي 115 مليون، طبعا جزء منها من بقايا صفقاته اللي كانت في لما هبط من دوري المحترفين. القانون اللعب المالي النظيف هذا ان شاء الله راح يبدا على 2025 2024، لن يسمح لاي نادي، رجع حط الايرادات، لن يسمح لاي نادي بتجاوز 70% تقريبا من ايراداته. ما راح يقدر يصرف على كرة القدم الا 70%. لو ناخذها بالمعيار اللي موجود امامنا، نادي الهلال راح يسمح له انه يصرف 500 مليون ريال على كرة القدم بس. نادي النصر حيسمح له انه يصرف 300 مليون او ممكن 250. الاتحاد راح يسمح له انه يصرف 200 مليون ممكن. 30% من هذه الارقام اللي تشوفها راح يمنع انفاقها على لعبه كره القدم. بيجي واحد يقول لي طيب عادي احنا عندنا اعضاء شرف. اعضاء الشرف ما راح يستمرون. عضو الشرف الله يعطيه طوله العمر مو عايش 1000 سنه. واعضاء الشرف مش متوفرين في الانديه بشكل كبير، هم اثنين ثلاثه اللي موجودين، فبالتالي لا يمكنك تضع نظام وفق حاله خاصه في نادي او ناديين. ففي تغيرات ضخمة راح تكون بعد 2025. يعني الجمهور راح يفاجأ أن يطالب الرئيس جيبه، يقول لك أنا ما أقدر الميزانية ما تسمح، أو يتعاقد مع لاعب وهذا اللاعب يمنع يتعاقد مع أي لاعب آخر. خطوة مهمة أبو بدر نحو كان كذا. الأندية لاحظتوا وهذه نقطة مهمة، أغلب الأندية السعودية الآن تتعاقد مع لاعبين ببلاش، لاعب حر، ما تتعاقد مع نادي
وتدفع للنادي وتاخذ اللاعب. اعطيك مثال، النصر والشباب. النصر والشباب في الفتره الصيفيه لم يتعاقدوا الا مع لاعبين حر، لاعب حر، لم تتعاقد مع اي لاعب مقابل مبلغ مالي للنادي الاخر. ايش رايك ابو خالد؟ طارق حامد كمان في الاتحاد. لا لا اخذت مثال لانه كله، لا في كل الصفقات الاتحاد فيه وفيه في النصر. واضح ان رايحين لمرحله ثانيه. لكن شوف، احنا وصلنا لمرحله كان ممكن نبدا بشكل جميل جدا، اللي كانت 2018 في ردم القاع المالي اللي انجرفت فيه انديتنا بشكل كبير، 400 و300 مليون و200 مليون، كان يعني شيء كبير يصدر الاتحاد ويصدر يعني حتى على فكره انا مقطوع كلامك، الاتحاد الاسيوي مبلغ الدول كلها دوري ابطال اسيا نسخه 2025 لن يشارك اي نادي اذا كانت مصاريفه اكثر من ايرادات. جميل. فجماعتنا يعني مستعدين من بدري، يعني لا تعرف ما قدرت طبقه فجاه. لو ما قلت لك في 2018 اللي كانت وصلت الى 300 و200 و100 مليون التزامات وقضايا يعني متلتله في الاتحاد الاتحاد الدولي فيفا، تم يعني صراحه الدور التاريخي اللي قامت فيه الدوله بسد هذه الثغره الكبيره، وبدينا مرحله جديده وقلنا ايش نبدا فيها الشغل الاداري، لكن واضح انه كنا رجعنا وما زال ظاهر اثار كثير من القرارات الخاطئه في الانديه اللي وصلتنا الى اليوم الى قضايا كثير، يعني صراحه لسه بعضها ما ظهر الى الان، لكن هذه النقطه انا اراها نقطه جوهريه وتحول كبير جدا كبير. لان عشان كذا شغله الانديه الان ادارات ايش؟ تستغل جماهيريتها، المنتجات اللي قاعد يسوي الهلال. ايوه نادي الاتحاد مثلا على سبيل المثال عنده امكانيه يسوي، عنده شعبيه، احنا تكلمنا عن التفاعل الجماهيري. ايوه كل مقومات كلها موجوده عندك، بس هي الشغل الاداري الان الاتحاد، لانه كم الجبل اللي كان ثاقل عليه رجع ثاني مره الاخرى في القضايا، واصبحت هذه الاداره طول 4 سنوات وهي بس تحاول وقلصت بشكل كبير صراحه. هذا قلصت بس في قضايا برضه في الاداره، هذه قضايا هو لها يعني قضايا ما صعب تسد فتحه وتفتح فتحتين. وديني مين الاداره الملائكيه ذي اللي ما تجي عليها اي حاجه، لكن السؤال كم حجم المديونيات اللي سددتها وحجم المديونيات اللي تسببت فيها هنا. طيب. المقارنه، لكن المسؤوليات القادمه للاداره القادمه سواء هي او غيرها حتكون كبيره على الانديه، ولانه في مشكله كبيره جدا. الفارق ايش لما نقول نتكلم عن الهلال كنموذج والنضج اللي وصل فيه مع فهد بن نافل، رجل اذا يبين لك لا طبل شغل طبل، لا خلينا بطبل، تغير ابو خالد عندك تغير، لا بقول شيء صحيح لانه صراحه يعني نموذج مستفز ايجابيا. الهلال مستفز زيك زي انت سواء مجال صحفي مجال هندسي، عندك نموذج يكون مستفز لك يعني يديك ايش دافع انك انت تحسن من امورك حقيقه. يعني واحد رجل انا اقول رئيس الهلال ذكي، ليش؟ لانه هو اول شيء تربيه الوليد بن طلال حقيقه، هذا الرجل معروف اصلا ما هو جاي من عدم، جاي من مدرسه الوليد بن طلال. ثاني شيء الرجل هذا حصل على منجزات استثنائيه لنادي الهلال، منها بطولتين اسيويه وبطولات دوري وسوبر، يعني جمع الحسنين. أيه. حسن الاداره وحسن أيه. النتائج، فجاء استثمرها. اين الاستثمار؟ كيف؟ في استثمار، في منجز، في استثمار وفي تسويق. شوف سوى الاستثمار والانجازات اول شيء، بعدين استثمرها، بعدين قام يسوق. اللي صاير الحين الان في الكويت تسويق، لانه هو خلص نضج خلاص الهلال، قلت لك وصل لمرحله النضج الفني والاداري والمنجزات، الان قاعد يسوق، هو يسوق براند الان له. فهذه هو النموذج المستفز الايجابي المفروض. انا اتمنى، انا شخصيا انا كاتحادي، انا صحفي اتحادي يعني صحفي عندي ميول للاتحاد واحب النادي هذا بكثير بشكل كبير، معروف باين عليه وجهي، معروف واضح. فاتمنى انه يكون احد في الاتحاد يصل لمراحل معينه، وصل الاتحاد في مراحل سابقه في 2004 2005 مراحل معينه خلاص، بس ما عاد قدر يذهب اكثر من كذا. تلاقي واحد الحين اسمعه جالس في اخر المجلس يقول يا رجال اللوبي الازرق، لوبي الازرق كم يا رجال، راح فاصل بس كم شيء يستفزك ايجابيا. لايقاف خطوره ميسي ضم رضا تكر واسامه المولد الوحيدين القادرين على ايقافه بشرط عدم وجود تقنيه الفار. يا ابو خالد حمد الكيري مغبر ذا الراي احترام يعني شوف اللعيبة يلا الحين جالسين ومستمتعون بالفرجة احنا اكثر من اي شيء ثاني. طيب نشوف يقول تحياتي وضيوفك الكرام، اسال الجنرال محمد الكيري لو يلعب المدرب بنفس طريقة مدرب الاتحاد نونو سانتو راح تنفع في المونديال بشكل كبير، توافق كلامي ولا عندك راي ثاني؟ لا ما اتوافق معه صراحة، لانه يعني المدرب رينارد يعني مدرب هو المناسب للمنتخب السعودي. لا يلعب نفس طريقة
هو كان نجيب المدرب. احنا قلنا ايش الكلام من اول رينارد، واضح انه قاعد يختبر منتخبنا تحت الضغط الهجومي، لانه هو راح يبني على الجبهه الدفاعيه، لانه لا خلينا نكون صريحين، لانه لا الارجنتين ولا يمكن بولندا ولا مكسيك يرون احنا الحلقه الاضعف وبيهاجمونا عشان ياخذون نتيجه المباراه، فالمدرب متحسب لهذه النقطه وقاعد يبني استراتيجيته في المباريات الوديه على الطريقه الدفاعيه، يعني حتى اتوقع انه يوم احنا من الايام في المباريات هذه راح نلعب بطريقه هجوميه بحته يعني، لا يعني هيبدا يبني استراتيجيته في المباريات الوديه على تنوع الطرق الدفاعيه اللي راح يلعب فيها المنتخب السعودي. ابو عوف بدون اخر، تمسوا على خير.